أريد أبلش فيها بعشر أسئلة سريعة. تفضل. أخاف من ظلمة. خافين من الظلام؟ نعم. إحنا عندنا الظلام أكثر لون نور بحياتنا. لا إحنا لا نروح للتشاؤم يعني. أكيد نور يعني حتى نشوف نميز بين الصالح والطالح. لازم الحياة تبقى منورة. أحب في الرجل. شخصيته أكيد. لقبي المفضل. سيدة. وصفي بكلمة. ماما. غير من التميز. يعني إذا أكو أحد متميز أكثر من عندي هي غيرة طموح بس مو إيجابية. غيرة إيجابية من أجل المثابرة يعني. لا أتنازل عن حقي. حقك ضايع اليوم؟ الحمد لله والشكر أني أحس عندي قوة شخصية بحيث أخذ حقي بإيدي يعني. أكو ضياع بحقوقنا اليوم؟ الحق العام إيه ضايع بالمطلق العام. إيه بس أنا أحكي لك عن حقي الخاص ما أتنازل عنه، والحق العام أكيد ما أتنازل عنه، لكن الحق العام يحتاج إلى جمهرة يعني إلى جمهور إلى أن نكون يعني شدة وحدة يعني أصبع وحدة. صحيح. حتى نأخذ حقنا العام إن شاء الله. إن شاء الله. عيبي الكبير حنيتي الزايدة. الطيبة اللي عندك. الطيبة الحنية. وين ودتك؟ تجبرك أحياناً الحنية والطيبة تجبرك أحياناً تتنازل عن أو تغض النظر عن أمور يعني حتى يبقى ذاك الشخص أمامك يبقى جميل يبقى حلو لأن أنت تحبه وأنت تمتلك من الطيبة، فتغض النظر عن بعض الأخطاء مو عن كلها، عن بعض الأخطاء حتى تبقى الصورة بس الجميلة بنظرك. الطيبة اليوم صارت عندنا عيب؟ البعض يعتبرها عيب أنه هذا الإنسان طيب؟ لا بالعكس، إش قد ما نكون طيبين يعني إش قد ما الحياة تصير أبسط أسلس تمشي كل الأمور، لكن إذا الإنسان يبقى متعنت برأيه وإن كان خطأ لا راح يزيد الأخطاء أكثر. أقرب شخص إليك؟ أقرب شخص إلي هو بنتي نزدمونة. تحياتنا إلها حبيبي. أحب وأكره في شكلي؟ ما أصورك واحد يكره يعني أنا أحب بس ما أكره. كل تفاصيل إيش تحبين؟ كل تفاصيل. متصالحة ويا نفسك؟ نعم. نقطة ضعفك؟ النقطة ضعفي هي دزدمونة. اللي يدوس على نقطة ضعفك يكسرك لو يخسرك؟ لا يخسرني وللأبد. خسرتي ناس بسبب نقطة ضعفك؟ طبعا خسرت هواي. الثقة الزايدة بالبشر خلينا نتعلم درس بالحياة؟ أكيد أكيد، لأن تمنح هواية ناس تمنحهم أنت الثقة وتحسهم هم من أقرب الناس إليك وتتعاطف وياهم وتساعدهم وتروح الأدق تفاصيل حياتهم يعني. بعدين الزلات بالحياة تدري بديمومة الحياة تكشف، لأن الإنسان ما يقدر بحياته يبقى ممثل. صح. أكو ناس يدخلوا لك يمثلون إنه هم يحسون بيك وأوكي هم ناس طبيعيين، لكن مرور الأيام يزل الإنسان عن التمثيل اللي موجود بشخصيته فتكتشف أشياء بي أكيد تفقد الثقة بي. تحاول تجر نفسك. أنا عندي حدين أو عندي لونين أبيض وأسود، ما عندي منطقة وسطى أبدا. يعني اللي أحس عنده يعني في يوم من الأيام أكتشف عنده شيء يعني كان ضامة أو ضامرة أو بشخصيته الممثلة موجود عنده وأكتشفه خلاص قطع بتار على قولة أهل. نهائيا. وإحنا كنا كليتنا ثقة بيك حبيبي ومحبة واحترام إليك. فاصل ونكمل مع ضيفتي الست أنعم ربيع.